هل هنالك أخبار جديدة في حادثة المروحية؟ وكيف تجري التحقيقات في هذا الأمر؟ هل أنتم لحد الآن تقولون أنه الحادث عرضي أم أنه بفعل فاعل؟ هناك مؤشرات تدل على أن الأمور كانت حسب الأنواء الجوية. المعلومات الأولية تقول أن الأنواء الجوية كانت معقدة في تلك اللحظة، وخاصة السحابة التي مرت على هذه المروحية. نعم. لكن كذلك هناك شكوك يعني كثيرة حول ما حصل لهذه المروحية وللنداءات التي أطلقها الطيار، وكذلك المكالمات الهاتفية بين المروحيتين الآخرتين المرافقتين للرئيس مع طاقم الطائرة ومع وزير الخارجية المرحوم أمير عبد الله هيام وإمام الجمعة آل هاشم السيد آل هاشم. يعني حصلت اتصالات قبل انقطاع كل هذه الاتصالات. إذن هناك بعض الإبهامات تحول حول هذا الحادث، وسنرى ماذا سيحصل وماذا ستصل به نتائج هذه اللجنة التي شكلت يوم أمس، يعني أول أمس تقريبا. طيب سيد أمير، يعني ماذا فهم أو ماذا يعني افتهمتم من المحادثات أو صرخات الإغاثة التي أطلقها الطيارة التي كان فيها الرئيس مع الطيار الآخرين؟ ماذا كان يقول؟ هل كان يقول أن هنالك خلل فني؟ هل شخص الخلل الفني أثناء محاولته مع الطيارين؟ إحدى المصادر تقول أن الطيار قال أن هناك خلل طرأ على منظومة الملاحة وخاصة منظومة الجي بي إس، وفقد الاتصال بالآخرين وخاصة بالقاعدة قاعدة الطيران. أي. وحصل حديث حول هذا الأمر مع الفنيين التابعين للمروحية المركز الأساسي، واللجنة ستدرس هذه المحادثات التي تمت. لكن مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية السيد إسماعيلي قبل قليل قال كلام مهم جدا، أنه عندما رأوا أن الطائرة لم تصحبهم في أثناء الرحلة، يعني الطيار أخبرهم أن طائرة الرئيس لم تلتحق بنا، عادت الطائرة المروحية هذه ولفت فرتين أو ثلاثة، لكن السحب والوضع الجوي لم يسمح لها أن تستمر، واستمرت في مسيرتها، وبدأوا الاتصال ببعض الأشخاص الموجودين كوزير الخارجية إمام الجمعة ونائب الطيار المساعد الطيار. كانت الاتصالات مستمرة، أنه أخبروهم بأنه هناك خلل حصل في المروحية وانقطعت الاتصالات بعد ذلك. لذا الآن نرى ماذا سيحصل من نتائج في هذه اللجنة. أنا أعتقد أي كلام الآن يمكن أن يربك اللجنة وتحقيقاتها، لكن هذه الأوليات التي الآن هي مطروحة في الساحة الإعلامية الإيرانية، وخاصة كلام السيد إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الجمهورية له دلالات مهمة جدا، أنه حصل طارئا مفاجئا، والآن لابد أن تتبين النتيجة ماذا جرى لهذه المروحية في تلك اللحظات. يعني سيد موسوي، يعني كل الإعلام العربي والدولي والإيراني والأقليمي منشغل بهذه القصة ويطرح تساؤلات فيها استفهامات كثيرة، أنه الطيار أثناء الرحلة للطائرة كنا نرى أن الأجواء كانت صعبة وكان في ضباب. طيب لما أرادت أن تعود الطائرة، لماذا لم تم التنبيه أن الأجواء غير مناسبة، أن هنالك عواصف مثلا، هنالك ضباب، الأجواء لا تساعد على طيران لطائرة ثابتة الجناح؟ لماذا لم يتم التنبيه لهذا؟ طبعا أستاذ نجم تعرف جيدا أن رؤساء الجمهورية خاصة السيد رئيسي وبعض الرؤساء الآخرين السابقين يتجولون دائما في إيران، وخاصة السيد رئيسي هذه السنة الثانية بدأ رئاسته بالتجوال الجوي. أي. يعني بصورة منتظمة ودائمة وإسبوعية، وربما في الأسبوع 3-4 جولات، لأنه هو كان شخصيا يزور المناطق والمشاريع، والأجواء دائما بهذا الشكل، يعني لم يكن جديدا. الطائرة جيدة كانت ومجهزة وكانت مطمئنة، لكن هذا الحادث الطارئ الذي حصل فيه بعض الاستفهامات لابد أن يعني تحلها اللجنة،
لاحقا، لانه الاجواء هذه دائما في ايران يعني حاصله، يعني دائما هذه الاجواء ملبده وجبليه وفيها مشاكل جويه، لكن الطائرات والمروحيات دائما تسير، والمسؤولين يوميا يسيرون ويتابعون اعمالهم عبر المروحيات منذ انتصار الثوره الاسلاميه حتى الان، وخاصه الرئيس رئيسي كان حريص جدا ان يحضر ويشرف على كثير من المشاريع في كل انحاء ايران، وخاصة المناطق الغربية وشمال غرب إيران، هذه جبلية ودائما باردة وفيها عواصف وفيها أمطار وثلوج، فالطيارين عادة متعودين يعني على هذه الأجواء، لم تكن جديدة على الطيار ولا على طاقم الطائرة. فالمشكلة أنه اللي حصلت أنه هناك ربما حصلت بعض الاستثناءات أثناء هذه الرحلة بالتحديد، وخاصة هو قادم من جمهورية أذربيجان الحدود الآذرية الإيرانية بعد افتتاح السد الذي تم افتتاحه صباح قبل هذه الحادثة بساعتين. وطبعا الآن سنرى ماذا سيجري وماذا ستحقق وستصل هذه اللجنة إلى نتائج. أنا أشكرك أستاذ أبير.